أي أحد عنده أحد عنده مآثر أو عنده شغل له بصمة في البلد في العراق يبعث لي صور أو معلومات أو هذه، وأنا مستعد أعمل حلقة عنه. الحلقة الجاية عن عمي الراحل عباس صادق جعفر الصفار، لأنه عنده مآثر، عنده أعمال مشهودة لها، خاصة هلة النحاسية الموجودة على أشهر المسجد في بغداد، هو مسجد جامع أم الطبوع. صحبي وما ولا خططت عشت بسجل بس ما تسجل، لكن بعد ما خلصت تسجل. المهم هذا يسموه فري هاند، يعني رسم فوري. الصورة هاي راح أحكيكم قصتها لرجل عزيز علي رحمه الله. بس أنا حابب أفهم اللي يحب الرسم، خاصة بعض الأصدقاء وأبنائهم يحبون الرسم ويهون الرسم. شوف عمليا بري القلم الأقلام، يعني هذا قلم براون، هذا الدرجة بتاعته 610، نقط من جهة واحدة بس هو الخشب بعده، ونجي على الجهة الثانية مقابلها أيضا نبري القلم مرة ثانية. بس طبعا هذا بسبب سوء الصناعة بينكسر اللبة، ما تنكسر بسرعة. فاحنا شو نسوي؟ نبريها أول مرة بالمقطة المقطاطة أو البراية، وبعدين نجي نحددها بهذه الطريقة. يبقى يسندها منه من هنا، هاي شوي مسمودين كسر. فلذلك سوء الصناعة، وما أريد أتكلم عن المصدر من أين اشتريتها، للأسف الغش قاتل. يعني هذا قلم فحم يعتبر مائل للشمعي، مائل للشمعي. شوف هاي القصة، هذه أنا حاول أشوف لكم إياها. انقصها مائل، بعدين انقصها مائل، هذه أنا حاول أوصلها للكاميرا. المرحوم الحاج عبد الرحمن عبد القادر عثمان العبيدي، وهو جدي من والدتي، وكان مؤذن في جامع أبو حنيفة، وكان أيضا فنان. لذلك يقولوا لي أنك أنت، أنه أنا يعني أخذت الهواية هاي من جدي عبد الرحمن. كان يلقب بالمحممشي أيضا، لأن كان يأجر حمام السوق، حمام العظمية، وكان يجيد الرسم والزخرفة والنقش على الآجر. راح أشوفكم أحد أعماله موجودة في على جدار كلية الشريعة الإمام أبو حنيفة. وكان يشتغل مع أخيه عثمان، حاج المرحوم عثمان، في النجارة أيضا، ويشتغل النجارة الخاصة اللي بها فن، يعني اللي هي فيها حركة فنية، شغل فني. فكان مشهور يعني، وعنده بعض البيوت تحتوي على مقتنيات هو كان مشتغلها سابقا. طبعا أنا ده أشتغل والصورة مش قدامي، يعني أنا بحاول أوثق هذا الشيء. أوكي، كان رحمه الله له ذوق
في في الموبيليا، يعني شغل الفني في الموبيليا، نجارة رحم الله جدي وأخوالي أحمد وخالي بديع وخالاتي وجدتي، ورحم الله أمواتكم وأموات المسلمين. حبيت بس يعني أحكي عنها بس بطريقة أخرى، يعني راح أشوفكم الصورة الآن نطابقها مع الصورة الحقيقية. أنا في المحل قاعد أرسم جدي عبد الرحمن، صورته هذه صورته. احنا نذكر سيرة لناس يعني لهم بصمة. انا حتكلم من الناحية الفنية، من كتاب اعيان الزمان وجيران النعمان للمؤلف وليد العظمي. الحاج عبد الرحمن الحمامتشي لمواليد 1890 ميلادي، وتوفي عام 1967 ميلادي. أبو بديع الحاج عبد الرحمن ابن عبد القادر ابن عثمان الحمامشي العبيدي الأعظمي، احترف النجارة مع أخيه عثمان النجار، وله بها خبرة وذوق فني رفيع، وما تزال بعض زخارفه في الأخشاب ماثلة للعيان في بعض قصور العظمية. يعني لو رحت إلى بعض قصور العظمية القديمة راح تلاقون زخرفة الأخشاب خاصة المدخل وغيره على مداخل الأبواب وغيره. كان له إلما ومعرفة جيدة بالزخرفة والريازة الإسلامية، ومن آثاره الآية الكريمة: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقد حفرها في واجهة جامعة آل البيت للعلوم الإسلامية في العظمية. كان رجلا فاضلا عاقلا مستقيما صاحب دين ومروءة وورع. توفي يوم 21 شباط 1967، وشهدت الصلاة عليه في جامع الإمام الأعظم، ودفن في مقبرة الخيزران. الرياضة يعني الحفر، النقش على الحجر أو على الطابوق أو الآجر. أرجو أن تترحمون على جدي عبد الرحمن وعلى أرواح المسلمين أجمعين. أي أحد عنده مآثر أو عنده شغل له بصمة في البلد في العراق يبعث لي صور أو معلومات أو هذه، وأنا مستعد أعمل حلقة عنه. الحلقة الجاية عن عمي الراحل عباس صادق جعفر الصفار، لأنه عنده مآثر، عنده أعمال مشهودة لها، خاصة هلة النحاسية الموجودة على أشهر المسجد في بغداد، هو مسجد جامع أم الطبول، وأخيه محمد الصفار رحمهم الله أجمعين. الحلقة الجاية إن شاء الله كنحاس أو كصفار ممارس وله بصمات موجودة، وأيضا جامع بن بنية في العلاوي أيضا هو اشتغل الأهلة العملاقة الموجودة على قبب ومنارات هذه المساجد الشهيرة والعريقة. ترحموا الموتى كلهم، رحم الله أمواتنا وأموات المسلمين وكل من فقد عزيز. وتحياتي لحضراتكم، إن شاء الله نشوفكم في الفيديو القادم وفيديوهات أخرى. السلام عليكم.